أولى الإسلام المرأة اهتماماً كبيراً ونظر إليها نظرة تكريم واعتزاز، وحفظ لها مكانتها بنتاً وأماً وزوجاً. ومما امتازت به الشريعة الإسلامية أنها فرضت على الرجل أن يدفع لمن يقترن بها مهراً، وقد يكون المهر معجلاً أو مؤجلاً، قليلاً أو كثيراً. فما هي أحكام المهر المعجل والمؤجل؟ ومتى تستحق المرأة مهرها كاملاً ومتى تستحق نصف المهر؟ وكيف يتم التعامل مع المهور القديمة التي كانت بالليرة السورية وقد انخفضت قيمتها وأصبحت بلا قيمة تذكر؟ وماذا لو تنازلت المرأة عن مهرها مقابل ألا يتزوج عليها زوجها؟ انتظرونا يوم السبت في برنامجكم درهم ودينار حتى نتعرف على أحكام المهور في الشريعة الإسلامية.